السلام عليكم خوتي خواتاتي، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أبو ريان للتقنية. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. جيت لكم فيديو جديد وشرح جديد وطريقة جديدة إن شاء الله غادي نبارطاجيها معكم في الفيديو. كنبغي نشكركم كاملين على الدعم ديالكم والوفاء ديالكم والتعليقات الجميلة ديالكم إن شاء الله، وكنقول لكم بأنني كنوعدكم بأننا معكم إن شاء الله حتى تكملوا الشروط ديالكم كاملة. اللي مازال ما كملش 1000 مشترك غادي يكملها، اللي مازال ما كملش 4000 ساعة غادي يكملها إن شاء الله مع ابو ريان. كنبغي نشكر بعد ندخل بعد التعليقات الجميله اللي خليتوا لي في صندوق الوصف. شكرا لكم من نيوز فورماسيون، شكرا للاخ فايز سالم، اخ مخلص ووفي لقناه جميله كوكو. شكرا لك اختي الغاليه اخت ميادة الماس وسوسن بيوتي واخت نونو ستار. ان شاء الله يشرح لكم طريقه ديال كيفاش انك تجيب موسيقى بدون حقوق طبع ونشر، تخدم بها في الفيديو ديالك بلا ما تمشي للبيبليوتيك ديال اليوتيوب اللي كيعطيك موسيقى يعني مقترحه من عند اليوتيوب. كتاخذ موسيقى رائعه جدا وموسيقى حصريه جديده، يمكن لك تضيفها في الفيديو ديالك عفوا بدون حقوق طبع ونشر، ولكن خصك تطبق واحد الشروط على في الفيديو باش ما تجيكش مخالفه، ولكن طريقه مضمونه 100%. انا كنخدم بها وكيخدموا بها اليوتيوبرز، يعني اغلبيه ما كيبغوش يشرحوا هاد الطريقه اللي كيخدموا بها. يعني كتشوف كتدخل فيديو كتلقى فيه موسيقى يعني جديده وبدون مخالفات، كتقول مني كيجيبوا هاد الموسيقى. انا نوريكم الطريقه الاخوان الاخوات واحد بعد القنوات اللي غادي نوريكم كيفاش تبحثوا عليهم. إذن على بركة الله، إلا كنتو مشاركين جداد أو زوار جدد ما تنساوش تشتركوا في القناة وتبارطاجيو الفيديو وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. ومرحبا بكم في قناة أبو ريان. إذا على بركة الله غادي نمشيو للصندوق ديال البحث، غادي نمشيو غنديرو ميوزيك يوتيوب ليبغ دي دغوا على هذا الشكل هذا، أو موسيقى. المهم الأحسن تكتبها باللغة الفرنسية. غادي يطلعوا عندك هاد الفيديوهات اللي كتشوفوا هنا، لخص القناه. هاد القناه انا هي اللي كنخدم عليها، كناخذ منها بعض الاحيان الموسيقى. وهنا كيطلعوا لكم لي بلاي ليست. هنا كتلقاو هنا 50 فيديو فيه موسيقى، هنا 867 فيديو فيه موسيقى، يمكن لك تختار الموسيقى اللي بغيتي. غادي ندخل لهاد القناه، كتابونا في هذه القناه وكيجيوك الموسيقى، يعني اي موسيقى تلاح جديده كتلاح عندك مباشره، كيبان لك الاشعار ديال الفيديو اللي تلاح جديد او الموسيقى جديده، يمكن لك تحملها بدون مشاكل. اذا هنا كما كتشوفوا ميوزيك لي بغدي دووا والعنوان ديال الاغنيه، ميوزيك لي بغدي دووا والعنوان ديال الاغنيه. حنا غاديين يعني كاين يعني واحد العدد هائل ديال الموسيقى يمكن لك تحملهم وتختار الموسيقى اللي بغيتي. هنا سبيل المثال بغينا ندخلوا لهاد الموسيقى، بغينا ناخذوا الموسيقى ديال هاد الفيديو. كما كتشوفوا هذه هي الموسيقى اللي في المثال، بغينا ندخلوا ناخذوها ونديروا في الفيديو ديالنا. عطيتكم غير مثال، كنهبطوا لصندوق الوصف ديال هاد الفيديو، كنزيدوا نهبطوا شويه لتحت. هنا كنلقاوهم كاتبين في هاد القناه، هاد القناه دايرينها موسيقى يعني بدون حقوق، يمكن لك تعيد الاستعمال ديالها، يمكن إعادة استعمالها، لكن بشرط. الشرط أشنا هو؟ الشرط هو أنك كتبين هنا وسويتي إتشيليزي سيت ميوزيك غيان دي بلو سامبل كوبي كولي لو تكست أونتخ سيلين دون لا ديسكريبسيون دو فوطخ فيديو. يليك تاخد هاد الكلمات أو هاد الجمل اللي كاتبين هنا ما بين هاد الخطوط، غادي دير ليهم كوبي وغتمشي للفيديو اللي غادي دير فيه لهاد الموسيقى اللي انت حملتي من الفيديو. غتمشي للفيديو اللي عفوا غتمشي لداك الفيديو، غادي تنقل هاد دير لها كوبي غتنسخها وتمشي تلصقها في داك الفيديو، يعني دير لها كولي في صندوق الوصف ديالك بانك راك خديتي هاد الموسيقى من هاد القناه يوك ميوزيك بروبوزي بار لا ميوزيك ليبر، يعني هاد الموسيقى مقترحه من عند هاد القناه اللي سميتها ميوزيك ليبر. وهنا كيعطيك العنوان عفوا الرابط ديال هذا الفيديو، يعني حتى هو كتكتبو لتحت. وهنا لا غون طابل ديال
سبوتيفي عفوا. المهم انت كتاخذ هاد الكلمه هاد الجمل اللي كاتبين هنا ما بين الخطوط، هادو هما الشروط اللي دايرين باش انك تخدم بهاد الموسيقى وتحملها عندك في الفيديو ديالك. يمكن لك تحمل كاع الموسيقى اللي بغيتي كيف ما كانت في القناه، يعني اي فيديو غتدخل ليه غتلقى دايرين نفس الشرط باش يمكن لك تحمل تاخذ ديك الموسيقى ديالهم. كيف ما كتشوفوا كاع الفيديوهات دايرين فيهم هذا الشرط هذا، بانك تقدر تاخذ الموسيقى بدون مشاكل بدون مخالفات، لكن ما عليك الا تكوبي هاد الجمل هادو، يعني العنوان الرابط ديال القناه، يعني غدير لهم اشهار وفي نفس الوقت غادي انت تستافد منهم، هما غيستافدوا بالاشهار ديالك للقناه ديالهم، وفي نفس الوقت انت غادي تقدر تخدم بالموسيقى ديالهم اللي دايرين في القناه. اذا كنتمنى يكون الشرح واضح اخوان اخوات، يعني جاوني بزاف ديال الاسئله على هذا القبيل ديال هذه المساله ديال الموسيقى بدون حقوق طبع ونشر، لان اليوتيوب يقترح علينا بعض الموسيقى في البيبليوتيك ديالو او الاغاني، لكن كتكون اغاني بعض الاحيان ليست بجيده ما كتليقش بالفيديوهات. اذا اعطيتكم الطريقه اللي كيخدموا بها اليوتيوبرز الكبار، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الشرح اخوان اخوات، وما تنساوش دعمونا باللايك للفيديو وتبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب باش كلشي يستافد، وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس باش توصلوا بكل جديد قناة أولا للتقنية. إذا نتلقاو في فيديو قادم إن شاء الله والشرح القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.